يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عنده إبل أو غنم قد بلغت النصاب في الزكاة لكنه يعلفها أكثر من 6 أشهر فيشتري لها العلف، فهل فيها زكاة؟ إن كان يريدها للقنية والدر والنسل فليس فيها زكاة إذا كان يعلفها أكثر الحول. أما إذا كان يريدها للبيع والشراء فهي سلع، ثمنها عند رأس الحول ويزكيها. نعم.